رعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران حفل افتتاح ملتقى الأمانات العامة للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقيم في مركز تيرا سانتا الثقافي بعمان بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والأمناء العامين ومدراء المدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. رعى الدكتور عدنان بدران رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج حفل افتتاح ملتقى الأمانات العامة للمدارس الكاثوليكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على مسرح مركز تيرا سانتا الثقافي تحت عنوان بيئة المدرسة المسيحية. وحضر اللقاء السفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والمطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن والمطران إيفيديس إبريجيان والأب رشيد مستريح مدير الكلية والأخت مشلين معلوف الرئيسة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن والأخت إيلين فرح الرئيسة العامة للراهبات الفرنسيسكانيات وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والأمناء العامين ومدراء المدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الكوادر الإدارية والتعليمية. وتضمن الملتقى كلمة ترحيبية للأب رشيد مستريح أمين عام المدارس الكاثوليكية في الأردن جاء فيها: تأسست الأمانة العامة في الأردن عام 1990 عندما تم افتتاح أول مدرسة لبطريركية اللاتين في السلط، وسرعان ما تلاها افتتاح مدارس مطرانية الروم الكاثوليك والرهبانيات المتعددة والتي انتشرت وغطت بقاع المملكة، مضيفا أن عنوان الملتقى يشكل مناسبة للرجوع للذات وتمحيص الواقع كي نرتقي ونسمو بتطوير مدارسنا، مؤكدا على أن الطالب هو محور خدمتنا. الحضور الكريم، تأسست الأمانة العامة في الأردن في عام 1990 ولكن جذورها تعود إلى عام 1869 عندما تم افتتاح أول مدرسة لبطريركية اللاتين في السلط، وسرعان ما تلاها افتتاح مدارس مطرانية الروم الكاثوليك والرهبانيات المتعددة والتي انتشرت وغطت بقاع المملكة من شمالها إلى جنوبها. يحمل عنوان الملتقى لهذه السنة بيئة المدرسة المسيحية، ليشكل هذا الملتقى مناسبة في الرجوع للذات وتمحيص الواقع كي نرتقي ونسمو بتطوير مدارسنا، مؤكدين على أن الطالب هو محور خدمتنا الذي تصب فيه كافة العناصر والمؤثرات الداعمة لخلق بيئة دائمة التطور في مكونيها الثقافي والروحي. وشدد الدكتور عدنان بدران في كلمته على أهمية إعادة صناعة المدرسة ودورها كحاضنة رئيسة لتنمية المهارات المعرفية وتنمية الذكاء وصياغة شخصية الطالب المتوازنة من النواحي السلوكية والأخلاقية والروحية والثقافية والفنية والاعتماد على الذات. إذن علينا نحن أن نعيد هيكلة المدرسة لنستطيع أن نقوم بدور فعال في إعداد العقول البشرية، أي أن نخرج خارج الصندوق، خارج الصف، إلى الفضاء الواسع السايبر سبيس، واستخدامه بكل كفاءة، استخدام الإنترنت والمعرفة والمهارات، أونلاين ليرنينج، إي ليرنينج، بلندد ليرنينج، كل هذه تكون التعلم المدمج بالصف وخارجه. مساحة التعلم توسعت ولا نستطيع أن نحددها بجدران أربعة. وأشار الأب بطرس عازر الأنطوني أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان والأمين العام الإقليمي للمدارس الكاثوليكية في كلمته إلى المسؤولية الخطيرة التي نحن مؤتمنون عليها لنكون في قلب منطقتنا منارة تنير الدروب لمن سيكونون أمل الغد وقادته. وأملي
أن نجدد هنا في الأردن التزامنا هذا لكي نحدد الأطر الصالحة التي تساعدنا للإضاءة على بيئة المدرسة المسيحية انطلاقاً من كونها رسالة إنسانية تعزز الرجاء في منطقتنا من خلال التربية على الأنسنة المتضامنة لبناء حضارة الحب كما هو عنوان الوثيقة الصادرة عن مجمع التربية الكاثوليكية في نيسان أبريل 2017. ومن جهته عبر المنسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى الهام، مشيرا في كلمته إلى الدور الفاعل الذي تطلع به المدارس الكاثوليكية في دعم المسيرة التربوية في الأردن. وقدم خلال اللقاء ريبورتاج حول مدارس الأمانة العامة في الأردن بعنوان حضور عبر التاريخ، بالإضافة إلى تقديم عروض ودبكات شعبية من أداء طلبة كلية تيرا سنطة، واختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية لمستحقيها.